إعدادا للانطلاقة رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات على بركة الله في ختام الأشواط لهذا الأسبوع. شوطنا العاشر وقيمة الجائزة 100,000 ريال مسافة الميل وربع الميل مسافة الانتظار، تبدأ خاصبة إلى المرتبة الثانية مع أيضا مبعوثة تتزعم الطليعة وكذلك أعماق تأتي إلى المركز الثالث والرابع. وشاهد ناقع الورس مع أيضا داعمة وهدت ولا تتقدم إلى المركز السابع، وأيضا متعشمة ولمعة السيف. الأفراس المهمة، الأفراس القادمة تتقدم مبعوثة إلى المركز الأول، وأيضا نشاهد الآن خاصبة تأتي في المرتبة الثانية والثالثة، تتقدم منو مسا في هذه اللحظات. وأيضا أشاهد حصيلة تجديد السرعة من قبل الأفراس التي بدأت تتقدم شيئا فشيئا لتنتهي مرحلة التسخين، وأيضا لا تزال خاصبة في المركز الأول، بجوارها مبعوثة مع غرة الأفراس وناقع الورس. تبدأ التقدم شيئا فشيئا من المسار الخارجي، هدت ولع تتقدم في المرتبات الرابعة، وأيضا حصيلة هل تواصل؟ هدت ولع محمد إدهام يعطيها الإشارة أن تبدأ، يعطيها الإشارة أن تنطلق مع بداية الأربعمائة متر الأخيرة. أحلام الأفراس، أحلام. هدت ولع وأيضا خاصبة، يهرب محمد إدهام مع حصيلة مع لويس موراليس، تتطلع أن تظفر. هدت ولع من المسار الخارجي الأربعمائة متر الأخيرة، حصيلة تبدأ. هدت ولع في المرتبة الثانية تتقدم، هدت ولع تتقدم، هدت حصيلة في المركز الثاني، هدت ولع بقوة يستحث محمد إدهام شعار الشريف بقوة إلى المركز الأول. وأيضا نشاهد الدخول، ولكن هدى تتقدم، هدى تتقدم مع لمعة السيف تلمع بقوة على خط النهاية، تلمع بقوة لمعة السيف قيادة محمد